سيدة وسيدي بالعباس، حالتان بقسنطينة وحالة واحدة بكل من مستغانم، برج بوعر الريج، أم البواقي، غردايا، معسكر والبويرة. حسب الفئة العمرية تمثل فئة الأشخاص الذين يبلغون من العمر 60 سنة فيما فوق 74% من المجموع الوطني. ثالثا، فيما يخص الحالات تحت العلاج، عددها 2679 من حالات مؤكدة حسب التحاليل المخبرية PCR، والحالات المحتملة حسب تحاليل الأشعة وسكانر. رابعا، فيما يخص الحالات التي تماثلت للشفاء، عددها 601، فهي تزداد يوما بعد يوم. الحالات التابعة لولاية البوليدة والجزائر العاصمة تمثل 59% من المجموع الوطني. فيما يخص الاستشفاء، تم الاستشفاء إلى حد اليوم 2999 مريضا مشتبه به ومؤكدين، ما يعادل 40% من الأسرة المتاحة. تم أيضا استشفاء 203 مريضا في العناية المركزة بنسبة ما يعادل 16.6% من الأسرة المتوفرة في العناية المركزية. أخيرا، نطمئن مرة أخرى الجميع أن التدابير الوقائية والعلاجية الضرورية اتخذت لحد من تفاشي وباء كوفيد-19، وإننا نذكر أيضا أن احترام الدائم لشروط النظافة العامة والحجر الصحي من طرف الجميع وفي كل الولايات يبقى سدا مانعا لمواجهة الوباء. وشكرا. في ذات السياق، وخلال زيارة قادت رئيس الجمهورية هذا اليوم لمعاينة مستشفيات وكذلك مرافق صحية في العاصمة، أبدى تفاؤله بإمكانية أن تخرج الجزائر من الأزمة الحالية مع نهاية هذا الشهر في حالة استمرار التضحيات وكذا استمرار الدعم الذي تقدمه الدولة. طبعا نتابع مقتطف من تصريحات رئيس الجمهورية اليوم ونعود. يعني شوف هنا الأسرة، عدد الأسرة المشغولة 2900 في ما بين 7300، إذن مازال متسع. إن شاء الله ما نشغلوهمش، إن شاء الله يترفع علينا هذا الوباء. ولكن أعتقد الشيء اللي قلناه، الشيء اللي قاله السيد الوزير وقالته اللجنة المختصة، هي كلها يعني سيد لا ترانسبارونس، شفافية. ما فيش عندنا إمكانيات لا تأزمت الأمور أكثر، لا من ناحية الأدوية ولا من ناحية الوقاية ولا من ناحية الأسرة ولا من ناحية أجهزة التنفس الاصطناعي. عنا ما يكفينا إن شاء الله، وإن شاء الله ما نوصلهمش. الشيء اللي توعدنا به راه بدا يوصل. أعتقد اليوم يا بوكو بليس دو تيست كسكيليابي. أنا أعترف باللي في البداية كانت عندكم صعوبات كبيرة، لأن ما كانت في حتى أجهزة وقاية لا بالنسبة للممرضين ولا الأطباء. الحمد لله خرجت سلامات. اليوم الأمور متوفرة وستتوفر أكثر إن شاء الله، لأن رانا في مرحلة ظروف. أعتقد أننا إذا تواصلنا بهذا المنوال، بهذه التضحيات وهذا التجنيد والإمداد الحقيقي نتاعنا لكم، إن شاء الله من نهاية أفريل نفس السعادة إن شاء الله. أهلا بكم من جديد مشاهدينا. طبعا للحديث ومناقشة تطورات الوباء في الجزائر، أسعد كثيرا باستضافة البروفيسور حكيم جاب الله، عالم الفيروسات ومدير معهد باستور سابقا في كوريا الجنوبية. مرحبا بك. مساء الخير، مرحبا بكم. مساء النور. طيب بروفيسور، لو نبدأ من تصريح اليوم، إذ يبدو أن هناك تفاؤل من طرف ربما السلطات في الجزائر بإمكانية السيطرة الحذرة على الوضع نهاية شهر أفريل الحالي، ربما في خضم المعطيات الحالية من يعني تماثل بعض الحالات للشفاء وغيرها، هل تعتقد أنه من الممكن أن يحدث هذا فعلا؟ يعني الجزائر عندها 3 و4 سمانات كانت عندها une semaine de noyau entre الجزائر
et les deux semaines après l'Europe, surtout l'Europe du Sud. Ou on a le 15 avril, ça veut dire que l'Israël, le leader de la gouvernement, أنا تبان لي راهو يخدم كما شفنا في بلدان أخرين. دونك السمانة هذه والسمانة الجاية يعني يكونوا لا بيريود وين نجيها نشوفوا اسكو نون سيلمون نرى دي نوفو كا كي سون كونفيرمي انفكتي بصح بوكو بلوس الناس اللي راح يكونوا اوسبيتاليزي لازم لهم المستشفى. وعني لي شيفر تاع اليوم لو شيفر تاع الناس اللي راهم ارتاحوا راهو طالع. اليوم تعاين لي اكثر من 600 واحد اللي راهو تعالج. يعني هذه تعطيني ادله بان كل هذا الاجراءات اللي تعمل فيهم السلطه وصلت الى جهه الناس بزاف كي سون ثم راحوا للسبيطار avec des symptômes صغار نتاع la maladie du covid وتعالي avec les protocoles qui sont actuellement في المستوى على مستوى كل المستشفيات في الجزائر راهم يعالجوا كثير باش الناس هذو ما يخشوش في لا دوزيام ولا تروازيام فاز تاع الانفكسيون تاع الفيروس. طيب بروفيسور يعني اليوم ما تمثله الارقام الحاليه في الجزائر هل يمثل مرحله الذروه؟ بمعنى انه الارقام قد لا يمكن ان ترتفع مثل ما نشاهده اليوم في فرنسا او في اسبانيا او ايطاليا او حتى الولايات المتحده. يعني في الحقيقه انا تكلمت على الارقام هذه كثيرا. يعني الارقام هذه تاع لي كونفيرمي المعنى تاعها هي مازال عندك الفيروس وهذا الفيروس راهو يتحرك. اذا كان تروح تحوس على هذا لي كونفيرمي وتعمل لي تيست هذو بزاف هذو الارقام ديما يطلعوا ما يبقاوش صغار ديما يطلعوا. تما كي تروح تحوس على وين جاي راهو الفيروس واسكو كاينين الناس اللي راهم مصابين بالفيروس لو نومبر تاعهم يطلع. علاش؟ باسكو لو فيروس هذا يمشي في كشغل موجه تاع هكا كسمانتين. تسمى تسمعوا بزاف الناس يقولوا ديما سناو سمانتين ومن بعد سمانتين ومن بعد سمانتين. هذه كل بور ايسي دو سينكرونيزي لو فيروس افيك لا بوبولاسيون. تسمى وين جهه راهم هذو لي فوايي صغار هذو ولا جا راهو الفيروس يولي يبانو مليح. دونك كيما في فرنسا كي يلقاو لي تي فوايي هذو ويروحوا يديروا لي تاس هذو لو ديبيستاج هذا من بعد كي يجيو عندهم هذا الارقام تزيد تطلع. وهما يقول لك حنايا ما قدر تسمى نلقاو هذا الناس اللي راهم مصابين تسمى على بالنا وين جا راهو ماشي الفيروس وراح تعطينا شويه اون ايدي وقتها تما نخلصوا لو كونفينمون توتال ونرجعوه كونفينمون بارسيال ولا نبداو نحلوا الناس يبداو يخرجوا لان الخطر هبط. طيب في هذه الحاله ربما من ناحيه الارقام ومن ناحيه التصريحات ربما ماذا نتوقع من ناحيه الحجر الصحي في اعتقادك؟ هل يجب المواصله على هذه الوتيرة أم أنه يجب أن يتم الرفع جزئيا بشكل جزئي على الحجر الصحي كما يعني يحدث اليوم في بعض الدول كما يحدث أو يفكر فيه في فرنسا وحتى دول أخرى؟ في الوقت الحالي يعني ما شفناش كثير الناس اللي راهم يمشيوا على المستشفيات تسمى أوني بونتران دو ستريسي لي زوبيتو تاعنا. واذا كان هذا الشيء موجود على كل ولايات في الجزائر تسمى هذه تمد للسلطه الجزائريه سيتو لا كوميسيون اللي راهي تتبع في لا بانديمي هذه تعطيهم ابوبري وقتها يزيدوا نقصوا من الحجر الصحي ولا يزيدوا فيه ولا اللي يحبسوه ويديروا المفتوحات بشويه ما ينجموش يحلوا كلش لازم يحلوها بشويه بشويه. وتعاين لي الان
يعني انا مع شفت نتبع شويه لي شيفر في الجزائر بوكو بلوس لي دي سي اي بوكو بلوس لو ستريس او نيفو دي زوبيتو. تعاين لي بالك من على سمانتين ثلاث سمانات بالك الحاله في الجزائر سورا بوكو بلوس ستابل فيزافي تما التوجد هذا الفيروس على عبر الوطن. يعني نتوقع بانه ربما حجم الخطر الحالي يكون اقل. يعني انا نقول لك اذا كان خطر كبير للجزائر الخطر هذا يوقع السمانه هذه تسمى بين الحد والسبت والحد والاثنين. يعني كما اليوم نشوفوا عدد كثير من الناس في المستشفيات كما راكم شاهدتوا وشرا في نيويورك وكاثرين كاين الناس بزاف تسمى ايمون دوموندي ديكاسيون سور نيويورك. نيويورك كانت ابري 3 سيمين ورا ايطالي وكي الفيروس وصل ثم الفيروس خرج كل كيف كيف في نيويورك وكي بداو لي كاي يبانو بلو نومبر صغار يا ابري 3 سيمين لي كات تاعهم طلعوا. اون بلوس الحاجه الكبيره اللي صرات لو ستريسمون تاع لي زيتابليسمون اوسبيتاليي السبيطارات هذوك كانوا عندهم كثر من المرضى وين جهه راحين يحطوهم حتى نعيطوا للعسكر باش بنا باخره جابوا الباخره العسكريه وبناو دي توند فيها يستعملوا فيها كوم دي زوبيتو. طيب بروفيسور لو نتحدث فقط عن البروتوكول العلاجي كلوروكين، ربما كثيرون اليوم بالرغم من أنه ثبت نجاعته وبالرغم من أن كثير من الحالات يعني شفيت، كثيرون اليوم يتخوفون من عوارض جانبية. هل تعتقد بأنه ربما قد يكون أي عارض جانبي مثلا؟ هذا الدواء يعني مستعمل عنده تقريبا 70 سنة واستعملوه أكثر من مئات ملايين من الناس على هذه الأرض وكان الناس اللي ما زالوا يستعملوه الآن وكان الناس اللي راهم يستعملوه مش على جال الملاريا يستعملوه على جال أمراض أخرى يعني ما شفناش الناس بزاف أصابوا بديزيفي سيكوندير ألونغ ديوري. كاينين ناس كيكونوا مرضى ولا عندهم مشكل مع القلب نتاعهم يعني في الطبيعي واحد ما يشرب دواء حتى يتصل بالدكتور تاعو والحاجة اللي تما معمولة في الجزائر هذا البروتوكول موجود غير في المستشفيات تسمى الناس اللي راهم ياخذوا في المستشفيات راهم ياخذوا هذا الدواء بوجود دكاترة ودكاترة تاع القلب ثاني باش لازم يديروا مونيتورينغ تاع القلب. يعني كان فيها ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة ديكا سوسبي هذو اللي راهم يمشيوا بزاف في الوسائلات هذه في لي ميديا سوسيو وتعالي فيهم اللي صح فيهم اللي راهم غير كذب غير باش راهم يخوفوا في الناس. يعني من هار رجعوا الدواء هذا شيء سياسي تسمى عندك ناس من اليمين اللي يحوسوا الدواء هذا يستعملوه وعندك الناس من اليسار اللي يحوسوا يخلعوا الناس تاع اليمين باش ما يستعملوه. هل هذا لديه علاقة ربما بالتسابق الذي يحدث اليوم بين الدول لأجل ابتكار مضاد للفيروس؟ لا يعني الكلوروكوين هذه يعني سيتون موليكيول سهلة كثيرا باش الناس يعملوها ده المشكل. يعني كل الدول هذه المتقدمة على إكسبورتي تسمى لوزينات تاعهم اللي كانوا يخدموا الدواء هذا داوهم زوج بلاد داوهم الهند وداوهم للصين والآن رانا في حرب عالمية وعندنا الصين اللي راهي تقول لك دركا انا نعطيك دواء بس لازم ندير معاك سياسه تسمى الدواء هذا مازال في منطق سياسي وفي جو سياسي وعندك الهند اللي تقول لك انا عندي ملايير من الناس بالك نحتاج دواء هذا وهو معني كي تشوف الصين والهند عندهم دواء هذا كثير عندهم انيكسيد دو برودكسيون. طيب ربما لماذا دائما نفقد الكثير من المرضى اذا
وصلوا إلى مرحلة الإنعاش؟ هذا الفيروس مش كما للسارس الأول اللي جاء، ويعني مش كما هذا المرس اللي جاء. هذا الفيروس يمشي بتروا فاز، يعني دروكا كي نشوفوا توسكي سباس في المستشفيات، ويعني بدينا نشوفوا باللي هذو اللي تروا فاز موجودين. الفاز الاولى الناس ما عندهمش لي سيمتوم بزاف، تسمى لا كلوروكوين البروتوكول قادر يساعدهم كثير. الفاز الثانيه وين جهه يبداو عندهم مشاكل تنفس، وكاينين الناس اللي تعطي لهم التراتمو هذا تاع لا كلوروكوين تما تبقى 50-50% لا يخرجوا من هذيك الوضعيه، ولا الوضعيه تاعهم تتسيا ويخشوا في لافاز 3. في لافاز 3 المعنى تاعها هذا الفيروس حفر ودركا وخش في الدم، وكيعاد خش في الدم في السيستم تاعنا الليمفاتيك لي باكتيري اللي راهم عايشين في فؤادنا ورانا نتنفسوهم راهم يخشوا في الدم ثاني. دونك عندك دركا ثلاث مشاكل لكل طبيب اللي راح يعالجهم، عنده ثلاث مشاكل. عنده المشاكل تاع لي باكتيري في الدم، وهذو لي باكتيري يولدوا كل 50 ولا 20 دقيقة. تسمى كثير حسابات كي يخش لك مليون باكتيريا على 8 تاع الصباح، كي توصل 9 تاع الليل راك عندك ملايير. تسمى الحاجة الأولى اللي يولي فيها مشكل مش لي بومون، يبداو الكلاوي تاعك لي ران يبداو يحبسوا. تسمى الكلاوي راهم 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 يمشيو فيه بلي فونتيلاتور ارتيفيسيال، وهذا الفيروس يطاكي الفوا، تسمى راح يدير لك مشكل جديد في الفوا ويطاكي القلب. كي عاد ناس بزاف اللي ماتوا اللي شفناهم كل من عمر يعني اكثر من 60 سنة، لان القلب تاعهم مش قوي والاعضاء تاعهم مش قوي. طيب اعود ربما الى نقطة أثير حولها الكثير من الجدل، هي نقطة تتعلق بأنه الصيام في شهر رمضان ربما ينقص من المناعة، وبالتالي فيجب الامتناع عن الصيام تفاديا للإصابة من فيروس كورونا. ما رأيك في هذه النقطة؟ يا أخي هذه نقطة يعني بين الصائم وبين مولاه، يعني كل واحد تسمى يعمل لا ديسيزيون تاعه وحده. أنا الحاجة اللي نطلبها الناس اللي ما تحسوش برواحهم مليح، سيرتو الناس اللي راهم عاجي، يعني قادرين يتصلوا بالطبيب تاعهم بور فير ان كونسلتاسيون ويشوفوا يعني الحالة تاع السيد هذا مليحة للصيام ولا مش مليحة للصيام. طيب ربما، لكن هل يؤثر الأمر على الجسم؟ لأنه من أجل الوقاية ربما ينصح الكثير من الأطباء بشرب المياه. صحيح، يعني رمضان العام هذا راح يجي، مش راح يجي في الصيف ونجي سخونة بزاف، يعني قادرين الناس تسمى يلتزموا بالأمور تاعهم إذا كان راهم في الحجر الصحي. تسمى الحجر الصحي هذا راح يعاونهم بزاف إذا كان راهم مريحين في ديارهم ما همش يتحركوا بزاف. وانا نرجع ديما للنقطه تاع الناس اللي راهم مش في صحه مليحه، ولا الناس اللي راهم مرضى، تسمى هذوك على بالنا بهم حتى وما يكونش الفيروس هذا واش يقدروا وما يقدروش يديروا. يعني في حاله وشيه المعنى تاع الصيام على جسم الانسان، هذيك يا اخي لازم نديروا فيها محاضره واحده اخرى. هذيك تتطلب وقت كبير، تسمى باش الناس يفهموا الصيام يعاون بزاف لا ديتوكسيفيكاسيون تاع لو كور، تسمى عندها دي بوان بوزيتيف، ودي فوا كاينين الناس عندهم دي بوان نيجاتيف. تسمى كاينين الناس بزاف في العالم ما همش مسلمين بس حيتبعوا شويه الاسلام باش غير يصوموا، باش يقول لك انايا نحي الحوايج اللي راهم في الكور تاعي اللي مش ملاح باش كي نصيب من بعد يخرجوا. طيب ربما يعني ما هي الآثار ربما التي من الممكن أن تظهر فيما بعد التعافي؟ يعني هل الفيروس بإمكانه ربما أن يسبب ضرر للجسم خصوصا على مستوى منطقة الرئة؟
تسمى دون جينيرال ولا كيكون بعد التعافي، يعني في حالة ما يتعافى المصاب. تسمى كي يرتاح المصاب. كي يرتاح يعني هذه درك راهي ولات شوية مشكلة في العالم كل، لأن ما ناش فاهمين كداش يلزم لك من الفيروس يخش في الجسم نتاعك باش 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 تولي مريض. وكي ترتاح ما لا بلناش كداش بقى الفيروس هذا في الجسم نتاعك. ثم كان الناس يرتاحوا ويخرجوا من المستشفى وبعد سمانات يوليوا انفكتي. يعني تفضل بروفيسور. وهذا الناس هذو ما تلقوا مع حتى واحد اخر انفكتي من نهار خرجوا من السبيطار، بقاو داروا هما الحجر الصحي تاعهم، ثم بقاو وحدهم حتى يوليوا يعيطوا لهم من المستشفى باش يديروا لهم التيست. وكي يرجعوا للمستشفى باش يديروا التيست باش 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 يقولوا لهم راكم ارتحتوا مليح دروك تسمى تنجموا ديروا ترجعوا للحياه تاعكم العاديه، كثير من الناس هذو واحد تقريب 30-40% تاع هذا الناس هذو يوليو يتستيو بوزيتيف، لان لي تيست اللي رانا نعملوا فيهم راهم غير يشوفوا في فيروس في الخشم ولا في الفم، ما هوش يشوفوا الفيروس اذا كان راهو موجود في الدم. مازال ما بديناش نديروا لي تيست هذو، لان هذا كل هذه التكنولوجيات توصل الواحد للنيفو وين جهه ما نجموش نزيدوا نديتكتيو، تسمى وصلنا لا ليميت هذاك. الان كثير راهم يتكلموا باش يعملوا هذا التاست تاع البي سي ار هذا ويزيدوا يعملوا التاست تاع الدم باش يشوفوا اسكو السيد هذا عمل لي زونتيكور ولا. طيب ابقى معي